مستحيل مستحيل مستحيل. بتاكليش ليه؟ الملح زيادة شوية. محمود أفندم يبقى راجع الواد الطباخ ده السجن وشوف لنا واحد غيره. حاضر. حبيبتي أنا طالع مهمة سرية كده لمدة أسبوع، ما نفسكيش في حاجة سرية كده أجيبها لك معايا؟ كتر خيرك. طيب أرجوكي تتفضلي وتتكرمي وتقبلي الهدية البسيطة دي. إيه ده؟ دي إشارة الصليب الأحمر، بقدمها لك هدية مقابل مجهوداتك وإنسانيتك بالنسبة للمرضى والمصابين وترددك على المستشفيات. قصدك إيه؟ أنت عارفة قصدي كويس جدا. أنا كنت مضطرة أروح أزوره. أولاً عشان أطلب منه يبعد عني. ثانياً لأن رجالتك هم اللي عملوا فيه كده. أنا كان قصدي أريحهم من الدنيا وما أتعبها. يا سلام على قلبك الطيب. الولد ده عاطفي بطبعه. تصوري بقى أنتِ مدى المعاناة والعذاب اللي هيعيشه. لأنه مش قادر يوصل لك ومش هيقدر. مش الراحة له أفضل؟ أرجوك مالكش دعوة بيه خالص، وأنا وعدك إنه لا هيشوفني ولا هشوفه. والله بالشكل ده تبقي خدمتيه وخدمتي نفسك وريحتوني معاكم، لأن أنا الأيام دي كده ما عنديش مزاج ألعب ماتشات حبي. لأ، في صحتك، العقل كويس. ما احناش فاضيين، ورانا شغل. مبروك يا خالد، خلاص ممدوح هيخف. هي دي زغلول اللي هو بيحبها؟ لا دي واحده شباب. هو انت يا زغلول ما تتكلمش جد ابدا؟ تعالي، رايحه فين يا خالد؟ رايحه ترجعها وابوس ايديها واقول لها ما تبعدش عنه. يا ساتر، زي اختك تمام، زي بابا، فوله واتقسمت نصين. عمر الحب ما يكون عايز وصل، مفهوم ولا مش مفهوم يا خالد؟ تعالي يا حبيبتي اقعدي بس، اقعدي اهدي، اهدي بس، اقعدي يا خالد. اتنين بيحبوا بعض هنتجسس عليهم عيني. ايه اللي هناك ده؟ ايوه خد بالك من الحقنه دي بقى. ايوه دي. استنى يا خالتي، استنى. انا وسهلا يا دكتور. انا وسهلا. ازاي انت بص على المرضى بالشكل ده؟ لا اصل المريض اللي جوه ده بتاع. نعم بتاع انا امه، انا اخ الاخ وانت وانا وانت وهي انت بتلخمني ليه؟ الله تعالى، انا جايب له الدواء. نورت بيتك يا ابني. بس مش كانوا سابوه كام يوم كمان في المستشفى عشان نطمئن عليه؟ انا كويس يا ماما. آه.
كويس. والدي. اهلا وسهلا يا بنتي، اهلا وسهلا. البيت نور. كزوزه يا ام ممدوح. الكزوزه مش كفايه. طب شربات يا ام ممدوح. والشربات كمان مش كفايه. طب كزوزه وشربات يا ام ممدوح. وحياه النبي، لو نعرف ان حضرتك جايه النهارده لكنا فرسنا الحاره كلها رمله. متشكره قوي. يا اهلا وسهلا، عن اذنك. اتفضلي. عن اذنك يا بنتي. اتفضلي. اتفضلي. شفتي بيحبوك ازاي؟ انا كمان حبيتهم قوي. انما قول لي يا استاذ، انت ازاي تهرب من المستشفى من غير ما تقول لي؟ انا ما عرفتش، هم اللي طردوني. انت عرفتي تيجي هنا ازاي؟ خدت عنوانك من المستشفى. عارفه انا لو اعرف ان خطه العربيه هتجيبك هنا كنت كل يوم اتخبط بعربيه. لا لا لا، وعلى ايه؟ نتقابل من غير حوادث احسن. اتفضلي يا بنتي. لا معلش، استاذن انا بقى. ما بعده، اصل عندي كم مشوار بخصوص المصنع. ده احنا كان نفسنا تقعدي معانا النهارده تاكلي معانا لقمه. معلش الايام جايه كتير. طب ده احنا فيها، ايه رايك تتغدي معانا بكره؟ بكره؟ مش عارفه. والنبي لو تجبري بخاطرنا وتوافقي. طب خلاص اتفقنا. متشكره يا بنتي، كتر الف خيرك. استاذن انا بقى. انا هوصلك. لا معلش مفيش داعي، كلها كام سلمه والعربيه تحت. عربيه ايه؟ ده على المبط تحت. على الله بس الاقي فرده كاوتش. مع السلامة يا بنتي، مع ألف سلامة. شايف ابنك؟ عرف ينقب صحيح. طبعا، واتفتك طالع لابوك. خالتي. أهلا يا زغلول. من غير أهلا، مش هي دي؟ هي. الله، هي كانت هنا؟ أيوه، هتتغدى عندنا بكرة. الله، يعني أنا معزوم بكرة؟ طبعا يا وش الخير. الله، استنى يا جوز خالتي، طمنا السفر. إيه ده؟ أنت مسافرة؟ لا، رايحة بيت بابا. إن شاء الله زيارة ولا طوالي؟ أرجوك يا عزت، اسمعني مرة واحدة بقلبك وحكم عقلك. أنا من يوم ما عرفتك وأنا بسمعك بعقلي وبقلبي، ومع هذا اتفضلي اتفضلي كلمي. عزت، أنا اديتك كل حاجة في حياتي، ما بقاش فاضل حاجة تانية اديها لك. اعتقني الوجه ليه، خليني أعيش اليومين الفاضلين من عمري. عشان الواد اللي هنفوت إياه. انت عندك ستات كتير لكن هو ملوش غيري. انا ولا حاجة في حياتك لكن كل حاجة في حياته. يا خسارة يا خسارة، كده تسيب عزت اللي بيحبك. انت ما بتحبش غير نفسك. اللي ملوش خير في نفسه ملوش خير في حد. لو ما سبتنيش في حالي انا هموت نفسي. لا، اللي بيموت نفسه بيروح جهنم. جهنم ارحم من اللي انا فيه. الولد ده شحنك زيادة عن اللزوم. أنا هسيبك تفكري، وأنا واثق إنك هترجعي لعقلك، وهترجعي عشان تقولي لي الثلاث كلمات اللي أنا أحب أسمعهم. أنا تحت أمرك. عمري ما هقولهم تاني، حتى لو كانت حياتي هي الثمن. كده؟ اعملي اللي يعجبك، بس المشي هيبتدي من ساعة خروجك من الباب ده. ما بقاش يهمني، حطينا تحت الحراسة تاني إذا كان ده يريحك، وتأكد إننا هنعيش، مفيش حد بيموت بالجوع. مش حراسة، لا، أنا هلعب المشي ده بطريقة جديدة خالص. اعمل اللي يعجبك. ما تقلقش يا ابني، الغايب حجيته معانا. بقول لك يا خالتي ما تغديني، احسن معاد الشغل قرب وهتسوح. انا يا اخي استنى شويه، دايما فجعان كده. مش انا اللي فجعان يا خالتي، ده عصافير بطني. اكيد هي. يبقى ضمننا الاكل، ضمننا الاكل. وانا ممدوح،
عايز اقول لك حاجه، خليك هامش اول ما تدخل القلمين ويشدها في شعرها على طول، وفهمها ان التاخير من غير سبب قله ادب. استاذ ممدوح موجود؟ ايوه انا. انا هنا اخت حنان. اهلا وسهلا، اتفضلي. لا معلش، اصل حنان في البيت تعبانه شويه، وبعدين عشان اعتذر لكم، وبتقول لك انها اسفه وتعدي عليها بكره ضروري في المصر. انا خايفه عليك مني. عزت هاوش مره وانتصر، انا متاكد مش هيقدر يعملها تاني. ثم ما تنسيش حاجه، انا واقف جنبيك. اي نعم لا قيمه ولا مركز، بس بحبك. وشوفي بقى الدوح لما يحب، ده النهار اسود والنايل. هترجع شغلك امتى؟ لا اطمني، وانا جاي لك عديت عليهم لقيتهم استغنوا عن خدماتي. بتقول ايه؟ ولا يهمك، دول حمير، هما اللي خسرانين. طيب ايه رايك تشتغل معايا هنا في المصنع وتساعدني؟ كلام رجاله؟ لا ستات طبعا. ما تيجي بقى تكملي جميلك ونكتب الكتاب علشان ننفذ اللي احنا اتفقنا عليه. ايه هو اللي اتفقنا عليه؟ ما مش اتفقنا هنجيب 12 عيل؟ لسه فاكر. حد ينسى احلى ايام عمره؟ بس انا ليا شرط. ايه هو؟ نقضي شهر العسل في نفس الاماكن اللي كنا فيها. وناخد معانا الكيسين اللي كنا بننام فيه. لا، المرة دي هناخد كيس واحد بس. ممدوح، ارحى ممدوح. ايه في ايه؟ ابوك ممسوك في النيابة ويحققوا معاه. اعترف بايه بس يا سعادة البيه؟ ده انا مظلوم والله مظلوم. المخزن بقاله معايا عقد 22 سنة، عمره ما حصل فيه نقص. امال المرة دي العجز اللي جه مخزنك يا راجل انت جه شيطاني؟ يا سعادة البيه، الجرد اللي حصل ده ما كانش على اصوله ابدا. دول طلبوا مني المفاتيح وطلعوني بره، وبعد كده قالوا لي ناقص. معنى كده انك بتطعن في نزاهه اللجنه، وبما ان اللجنه من الحكومه يبقى معناها انك بتطعن في نزاهه الحكومه، وبما ان الحكومه بتمثل النظام يبقى انت بتطعن في النظام كله. انا والله ما طعنتش في حد والله. وديك بتكذبني. قررنا حبس المتهم اسبوع على ذمة التحقيق. خده. مظلوم والله. ممدوح يا بابا. بريء يا ابني بريء. انا متاكد يا ماما بريء، اكيد في حاجه غلط. بكره تبان ان شاء الله. خلي بالك من والدتك واخواتك. مش قلت لك اننا مش قده؟ هو مين؟ عزت. ايه دخل عزت في كده؟ رفضوك من شغلك ولفقوا قضيه لوالدك، ولسه مش عايز تصدق. من حقهم انهم يرفضوني، لان اول 3 اشهر الموظف بيكون تحت الاختبار، وعرضه انهم يستغنوا عنه. قضيه والدي غلطه في حسابات المخزن، بكره تبان وتظهر براءته. طب يلا روح عشان تطمن والدتك واخواتك. روحي انتي، انا هتمشى شوية وبعدين اوصل للمحامي. هو الترمال راح شبرا منين يا ولا؟
يا اخي قول نومك سواب كتبني انت وهو وانت زي البغل بغل انت وهو حقوني العالم التراب الجاكيتة العصاية بتنفذ دلوقتي يا فندم مش عايز اي غلط المره الجايه اتفضل حاضر هنا السيد عبد الحميد يا فندم هي دي ايوه يا سعاده البيه ربنا ينتقم منك يا مفتريه في ايه حضره الضابط يا خرابي كمان بتستعبطي مش عارفه اعمل ايه بيه يا اختي اللي واقفه جنبك دي لشقه الجماعه عزاب انا عمري ما شفتها يا لهوي يا لهوي وكمان بتكدبي عاملين لك يا مجرمه اسكت انت خالص اسكت ازاي سعاده البيت اسكت هي اللي ضحكت عليا وخدعتني قالت تعالي معايا نزور واحده صاحبتي وهنمشي على طول ولما رحت هناك اتحججت انها تنزل تعمل تليفون وترجع بسرعه اتريها يا سعاده البيت كانت بتبيعني اللي في الشقه والله ابدا انا عمري ما شفتها في حياتي دي بتكذب انت متهمه بالتحريض على الدعاره انا مش ممكن انا معرفهاش معرفهاش طب انده للواد اللي كان بالشقه انا نزلت من البيت رحت الجامعه واختي موصلاني بنفسها وحضرت كل المحاضرات حتى سالوا زمايلي تعرف البنت دي ايه اللي اعرفها ما هي دي اللي جابت لي البال ولحد البيت جالك كلام يا سعاده البيه حتى ده كمان عمري ما اعرفه ولا شفته دلوقتي عمك ما تعرفيني ولا شفتيني شاطره بس تصحيني من النوم وتقولي لي جايبه لك هديه هي دي بقى الهديه شوفي يا بنت بدل التمثيل اللي بتمثليه ده اعترفي احسن وخلصيني اعترف بايه انا ما اعرفش حاجه اعرف امي بلاش افوضى اختي بريئه وحضرتك والاساتذه عارفين قد ايه سمعتنا كويسه ما تحاوليش يا بنتي تقنعيني ببرائتها لان القضيه مش في ايدي انا عميد كليه وبس وانا يعني اذا كنت بعتلك فده علشان تعرفي ان مستقبلها في خطر اذا القضيه ثبتت عليها طبعا يعني في الحاله دي الكليه هتفصلها ومستقبلها هيضيع صدقت بقى اننا مش قده حنان لازم نفكر بهدوء نفكر في ايه تاني رفدوك من شغلك وانت مظلوم والدك في السجن وهو مظلوم واختي مستقبلها هيضيع وهي مظلومه هو ده عزت اللي انت ما تعرفوش وهو ده جبروت اللي مالوش حدود ارحم نفسك طاير ارحمني انت وسيبني في حالي وكفايه اللي جرالك وجراي اللي جرالي مش مهم لاني بحبك لسه هتتكلم تاني عن الحب مش قلتلك ان خلاص ملوش وجود في حياتنا الحب عمره ما يموت المهم الصبر والامل يا ريتك سمعت كلامي وصدقتني لما قلت لك ان طريقي غير طريقك كنت وفرت عليا وعليك مشوار طويل ملوش نهايه
ان شاء الله جاي تتكلم في الشبكه والمهر ولا في معاد الجواز؟ لا لا، انا في الحقيقه لقيتك بتدور عليا وعمال بتبعت لي فراسيل واحد ورا الثاني، قلت اجنب نفسي، خصوصا وانا كمان عايزك في موضوع عظيم عظيم. ما كفايه كده، ها؟ بس سيبنا في حالنا. يا ابني انا طول عمري في حالي، ما بتعرضش لحد ابدا. كل اللي بنقاسيه النهارده بسببك. يا انا قوي للدرجه دي؟ ما كنتش اعرف. صدقني صدقني، انت لما اقول لك انك مهما افتريت مش هتكون اقوى من ربنا. في ناس كتير قبل منك افتروا بس راحوا اتداسوا بالرجلين. كلمه زياده لا. الكرسي اللي انت قاعد عليه ده مش هيدوم. فكر في يوم القيامه. قيامه؟ ده اليوم اللي هنقف فيه كلنا من غير كراسي ومن غير محاسيب. شو بقى، انا صايع قوي ما وريش اي حاجه، فبدل ما نط لك كل شويه واعمل لك قلق تلينها والنبي. ها فوتك بعافية يا عمي. الشاب ده اعصابه تعبانه جدا، خدوه عالجوه تكسبوا فيه ثواب. سيادتك ما تعرفيش ممدوح راح فين؟ لا اصله ما جاش البيت من امبارح. ما جاش؟ ليه؟ مش عارفين مش عارفين. يا ترى انت فين يا ابني؟ يا ترى انت فين يا ما تخافيش، ممدوح بخير هيرجع لكم. ممدوح امر ولا رجاء؟ توسل. عظيم عظيم. مشكله ممدوح وابو ممدوح واختك والمصنع
دي كلها مسائل بسيطة جدا وممكن حلها بسهولة. بس اسمع منك التلات كلمات اللي انا بحبهم. اصلي بحبهم قوي قوي. اشوف ممدوح الاول. عظيم. واطمن انه عايش. عظيم. وانه هيرجع لاهله. عظيم. عرفت من مين ان انا هنا؟ مش مهم عرفت منين. هو هكون رحت له. مش لازم نضعف. مش لازم نضعف ابدا. هيخرجوك دلوقتي من دوحة. بقولك لو كان تمر خروجي هو عذابك. انا مش عايز اخرج. اسمعهم بقى. اصل انا بحب اسمعهم قوي قوي. انا تحت امرك. شطره شطره وعاقله وكده احبك اكتر. هتفضلي قاعدة مكلضمة كده طول السكة؟ مش المهم أكون معاك وبس؟ من غير ما تبوزي. أنت عارفة إن أنا راجل بحب الضحك والفرفشة. أنا مرتب لك مفاجأة هتسعدك قوي. سفرية لليونان على نفس المركب اللي سافرتي عليها قبل كده. بس المرة دي المرة دي هتسافري معايا أنا. أنا ما عنديش استعداد للسفر. مش مهم. المهم ان انا خططت ولما عزت يخطط مفيش قوه في الدنيا تقف قدامه. فاهمه؟